تعالوا مع بعض نعمل دلوقتي وصفة البتنجان وهي مش وصفة هي برضو زي ما قلت لكم انستجرامها بالقوي بس طريقة لذيذة جدا لتحمير البتنجان زي ما شفتوا قطعة البتنجان الواحدة بصوا كم قطعة كم شريحة وكلهم مقرمشين وشكلها ممكن يغري الأولاد اللي ما بيأكلوش بتنجان مقلي إنه يجربوها ساعات كتير بنزهق من المطبخ ومن الطبخ ومن الطرق التقليدية وساعات كتير بيلفتنا مش وصفة يعني أغلب الناس اللي بقابلهم لما يتكلموا عن الوصفات يقولوا إحنا بنفتكر تبس وتريكس وتقطيعة معينة يعني حتى لو بعمل وصفتي مثلا حد يعني بيعمل وصفته هو بس ممكن يفتكر طريقة تحميل اللحمة طريقة سلق الفراخ طريقة تقطيع يعني أنا لو شفت الوصفة دي دلوقتي على التلفزيون حالا هشوف عندي بتنجان وحقوم أجربه خدنا البتنجان وقشرناه أوكي تعالوا نشوف هنقطعها إزاي بكل بساطة من غير ما نقطع من فوق من شرايح أهو من غير ما نفكهم من فوق يبقوا جنب بعض كده ادي كمان واحده كل ما نعملهم شرايح اكتر كل ما هيبقى عندنا صوابع اكتر هنقلبها الناحيه التانيه يعني بقوا كده فوق بعض وهاتوا كده بنقطعهم ممكن تتعمل باي نكهه انتوا بتحبوها انا النهارده بما انه البانكو عملنا البانكو هتبقى اتاكد بس انه قطعناها كلها للاخر كده علشان تبقى زي الورده معانا شايفين هي دي نفس اللي احنا قلناها اول حاجة هنعملها هناخدها على النشا ونتأكد كده انه شايفين انا بوسعها كده واتأكد انه كل الطبقات وكل القطع هتاخد النشا بالظبط بنعملها البريدنج اهو بنروح على البيض ونفس الفكرة نتأكد انه حتى ممكن بالمعلقة نتأكد انه خدت البيض عشان ينزق عليها البقسومات ممكن تعملوها بالبقسماط العادي ممكن تعملوها على فكره تمبوره خليط التنبورة اللي هو بنحط بيض ودقيق وكربونات صودا ساعات بنحط ميه اللي هي الكربونيتد ووتر المياه الفواره بتبقى ساقعه جدا المياه علشان سقوعيه الخليط لما نعمل التنبورة مع حراره الزيت هي اللي تدينا القرمشه الرهيبه للتمبوره دلوقتي بنروح خليني بس انزل الزياده دول بنروح على البانكو البانكو هو زي ما قلت لكم بقسماط الابيض مش المتحمص زي اللي احنا بنعمله العادي بتاعنا لونه ذهبي لانه متحمص توست محمص ده بيبقى ابيض اتاكد انه حطيت في كل الجهات وما تضغطوش قوي عشان ما تقطعوهاش الزيت مولع اذا شايفين دي هي بنا اين انتم شايفين دي معايا دي على الزيت يلا بينا نحطها كده تفضلوا ماسكينها شويه من فوق ونسيبها تيجوا نعمل مع بعض واحده تانيه معانا وقت طيب تعالوا نقطع دي برضو بكل بساطه عايزه امسح الطبق بس بكل بساطه تاني على أقل التقطيعه نعمل كده شرايح طوليه مش هعملها لكم دي دلوقتي بالبقسماط خلاص شفتوها هوريكم بس تقطيعتها اذا بعد ما نعملها شرايح كده ناخدها كده بالطول علشان يبقى عندنا شايفين سهلة ازاي سهلة قوي اوكي دي هي الخطوة الرئيسية بعدين انا استخدمت هنا لاحظتوا بدل ال ثواني بدل الدقيق نشا النشا بيخليها مقرمشة جدا تعالوا نبص عليها بصوا ايه رأيكم شكلها يجنن لازم اوريها لكم الناحيه الثانيه شايفين شكلها يهبل انا عايزه اتاكد انها اتحمرت من كل الجهات هنا لسه فهنزلها على الناحيه دي تيجي نعمل لها صوص لذيذ بما انه قلنا هناخدها هي للمطبخ الاسيوي ديبنج عندي هنا بتنجان حلو معاه هو احنا ما ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه هنعمل صوص ايجن انا عندي بوله صغنطوطه اهي هحط فيها صويا صوص شويه صويا شوية ترياكي صوص أو عسل الترياكي مستو بس إنه بيديني بيبقى مسكر شوية هاخد هنا عندي دي كزبرة خضرة ده تشايفز التوم المعمر ممكن بصل أخضر متناعم فلفل الحرة سمسم وهحط شوية جنزبيل وهحط شوية مية علشان الصوص بيبقى تقيل قوي مش عايزينه تقيل وهنحط نقطة خل عشان حلاوة مزازة ملوحة خل الأبيض العادي أنا عايزة أبص على البتنجان عشان بصوا هي جاهزة جاهزين أنتوا ترارارا بقت جاهزة هحطها على الطبق بس ننشف شوية الزيت علشان نقدمها دلوقتي مع الصوص نروح نبص على الفرن اهي برضو دي بقت جاهزه اهي نحط لها برده نفس اللي حطيناه في الاول شويه سبراوتس اذا عملنا مع بعض كل الاكلات النهارده كل اللي كنت محضرها لكم قبل الهوا عملنا مع بعض هاخد شويه الكزبره هنا اللي فضلت من الصوص شويه لتشايفز دايما الورقيات والخضروات الورقيات الخضراء يعني بتضيف للاكل نكهه حلوه بنقدم ده كده تعالوا ناخد الصوص ده ندوقه طعمه يجنن هحط منه هنا ادي الطبق وهاتوا نحط اللي قليناها دلوقتي عشان نخلص سفرتنا للنهارده هناخد دي اهي نقدمها ازاي بقى بشكل حلو هاتوا نشوف يبقى شكلها لذيذ كده ايه رايكم اكلتنا النهارده بسيطه من البتنجان ومن البطاطس من البتنجان والبطاطس مع بعض أكلة بنحبها كلنا المسقعه بطريقه سهله وشهيه اهي بصوا عملناها مع بعض من الالف الى الياء بالمقلاه الهوائيه حمرنا البتنجان والبطاطس وكمان آه عملنا خلطه لذيذه جدا دبس الرمان وعين جمل وفلفل مع الحشوه الحشوه اللي فضلت عملنا فيها الشكشوكه اللذيذه آه ده شيء لازم تجربوه شيء شهي جدا ولو لمره واحده تحسوا بشعور انه عملنا حاجه عاده بتبقى مصانع بتعملها عملناها في البيت والبتنجان الشهي ده اللي هدوق معاكم حالا اهي بصوا اوريكم قرمشته هناخده حلو انه تقديمه كل واحد بياخد قطعه اهو ونعمل ديبنج في الصوص دي مقليه قبل الهوا ولسه بتقرمش اتمنى حلقتنا <applause> الفلفل الحراق طلع والكنترول بيقروا تقريبا عليا عجباهم الوصفه أه كل شويه يقولي لي ما تزوديش حراق مش عايزين فشرقت بالحراق تخيلوا عايزه اقول لكم انه حلقتنا دايما على اليوتيوب بكل مقاديرها على صفحه القاهره والناس واتفرجوا على الاعاده ثلاثه العصر القاهره والناس 2 6 المغرب القاهره والناس واحد ودائما استنوا حلقتنا بالذات حلقه الخميس بيبقى فيها حاجه كده لذيذه ونختم فيها اسبوع حلو من الوصفات بوصفات تحبوا تعملوها في الويكند اشوفكم بكره وبعد